أعزائي مشاهدي قناة المعرفة، مرحبا بكم. هناك العديد من الآباء يحبون تسمية أبنائهم بأسماء مميزة وذات معاني قيمة وتليق بهم، واليوم سوف نتعرف على أحد هذه الأسماء المميزة. معنى اسم بيداء، اسم علم مؤنث ذو أصول عربية خالصة، وهو من الأسماء القديمة والذي يخص الطبيعة الصحراوية ويعني الصحراء الواسعة التي لا ماء فيها، كما أنه يعني المكان المستوي. واسم بيداء جمعه بيد وبيداوات وبياد، وعندما نقول إن هذا الشخص بادئا عليه فعل كذا فهذا يدل على أنه واضح وظاهر. وهذا الاسم يتسم بالجفاف حيث إن الصحراء تبيد كل ما عليها بسبب صعوبة العيش بها وطبيعتها القاحلة. رأي الدين في اسم بيداء، اسم بيداء لا يوجد فيه أي موانع شرعية تمنع أن يتم تسمية البنت المسلمة به، فهو لا يسيء إلى الدين الإسلامي ولا يحرض على الكراهية أو العنف. صفات حاملة اسم بيداء، فتاة متدينة تؤدي فروض دينها وشديدة القرب من ربها. بيداء فتاة هادئة الطباع ورقيقة القلب وذات ابتسامة ساحرة ووجه بشوش، تتميز بالعقل الواعي والرزانة والاحترام. بيداء فتاة تتحمل المسؤولية ومن الشخصيات التي يعتمد عليها الجميع. هي الفتاة البارة بأبويها وتتفانى في خدمتهم وتتمنى رضاهم. فتاة ناجحة متفوقة في كل جالات حياتها. تتميز بيداء بالطموح والسعي وراء أحلامها حتى تحققها وتنالها. هل تجد هذه الصفات تتطابق مع من تسمى باسم بيداء؟ وما هو الاسم الذي تريدون أن نكتب لكم عنه في المرة القادمة؟ شاركونا بتعليقاتكم. دمتم في أمان الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.